النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل مين نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة. نقدم لكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية حالة الطقس متوقعة في المملكة لهذا اليوم الاثنين وخلال الأيام القليلة القادمة. نبدأ معكم هذه النشرة الجوية في البداية بتذكيركم بالاشتراك بقناتنا على اليوتيوب، كذلك الحال تفعيل زر الجرس لاستلام آخر التنبيهات العاجلة في حالة الطقس أولا بأول. نبدأ معكم هذه النشرة الجوية باستعراض آخر أو أهم محاور الطقس خلال الفترة القادمة. محاور هذه النشرة الجوية: توقعات مع ساعات عصر ومساء هذا اليوم تجدد تساقط زخات خفيفة من الثلوج الذائبة غير المؤثرة، كذلك الحال الأمطار المتجمدة في العديد من مناطق المملكة بشكل عشوائي وغير منتظم، قد تشمل بذلك العاصمة عمان. تكون هذه الثلوج بمشيئة الله متراكمة فوق المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية. مع ساعات الليلة القادمة توقعات بتجدد الصقيع والجماد في مناطق عديدة وواسعة في المملكة بما فيها مناطق الأغوار الشمالية بمشيئة الله. مع النقطة الأخيرة نلاحظ معكم توقعات بانحسار هذه الكتلة الباردة شديدة البرودة مع ساعات مساء الغد نتيجة اقتراب كتلة هوائية أكثر دفئا قادمة من البحر الأبيض المتوسط مترافقة بتيارات هوائية رطبة. نستعرض معكم الآن صور أقمار الاصطناعية الخاصة بحركة السحب الواردة لدينا هنا مباشرة في طقس العرب. نلاحظ معكم الكتلة الهوائية الباردة متموضعة فوق مناطق العراق سوريا، هذه الكتلة الهوائية الباردة متموضعة في مركزها في تلك المناطق. نلاحظ خلو هذه المناطق من أي تواجد للسحب، في حين نلاحظ معكم سحب طبقية منخفضة متموضعة فوق لبنان فلسطين الأردن، كذلك الحال جنوب الأراضي السورية، هي ناتجة عن اندفاع تيارات هوائية رطبة إلى البحر متزامنة مع تسرب للرياح قطبية المنشأ في طبقات الجو السطحية والمنخفضة نحو البحر. نتجت هذه السحب وتتحرك نحو الشرق نحو هذه المناطق فلسطين الأردن جنوب سوريا إضافة إلى لبنان، وهي تعمل على هطول زخات خفيفة ذائبة من الثلوج وغير مؤثرة، كذلك الحال الأمطار المتجمدة، في حين أن مركز الكتلة الهوائية الباردة هو فوق شرق سوريا إضافة إلى العراق في طبقات الجو كافة، وهذا ما هو مبين من خلال خريطة طبقات الحرارة في طبقات الجو المتوسطة والعالية. نلاحظ معكم أن تركيز البرودة هو صوب شمال الأراضي العراقية ووسطها إضافة إلى الحال إلى شرق سوريا، في حين لاحظوا مع لبنان فلسطين الأردن هي على أطراف الكتلة الهوائية الباردة في طبقات الجو العالية تأثر بتيارات هوائية باردة رطبة قادمة من البحر. خلال الساعات القادمة ويوم غد الثلاثاء نلاحظ معكم تحرك هذه الكتلة بعيدا نحو شرق العراق ونحو الأراضي الإيرانية نتيجة اقتراب تيارات هوائية أكثر دفئا قادمة من البحر، تعمل على تحريك هذه المنظومة الجوية بعيدا عن المنطقة والمملكة بشكل خاص وارتفاع في درجات الحارة كما هو مبين في طبقات الجو العالية. ننتقل معكم الآن لتفاصيل طبقات الجو المنخفضة. لاحظوا معي مدى البرودة الكبيرة في هذه المناطق شرق سوريا العراق، وهي ملازمة لمركز الكتلة الهوائية الباردة في تلك المناطق، في حين تدخل تيارات هوائية باردة على طبقات الجو السطحية إلى الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وتعاود الدخول إلى لبنان جنوب سوريا الأردن فلسطين، تعمل على نشوء هذه السحب الطبقية المنخفضة ولتعمل على هطول هذه الزخات الخفيفة غير المؤثرة من الأمطار والثلوج، لكن جل أو تركيز البرودة هو في شرق الأردن في العراق في شرق الأراضي السورية، حيث تنخفض درجات الحرارة السطحية في هذه المناطق أو في العديد من هذه المناطق إلى حدود 10 درجات مئوية تحت الصفر خلال الليلة القادمة، وهي درجات قياسية نوعا ما بالنسبة إلى تلك المناطق. لاحظوا معي في الحوض أو أقصى الجنوب الشرقي للحوض الأبيض البحر الأبيض المتوسط، لاحظوا معي دخول التيارات الهوائية الأكثر دفئاً القادمة من عرض البحر باتجاه هذه المناطق باتجاه فلسطين لبنان الأردن. لاحظوا معي تحرك الكتلة الهوائية الباردة شرقاً بشكل تدريجي خلال ساعات مساء يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، تتحرك بعيداً حتى عن الأراضي العراقية باتجاه الأراضي الإيرانية. الآن نستعرض معكم توقعات أو مخرجات نظام الأمطار الخاص بنا أو نظام الهطول الخاص بنا هنا في
في الطقس العرب. لاحظوا معي مع ساعات عصر ومساء هذا اليوم هطول زخات متفرقة من الأمطار المتجمدة، كذلك الحال الثلوج الخفيفة في مناطق متفرقة من المملكة تكون متراكمة بمشيئة الله فوق المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية نظرا لخصوصية هذه المناطق، لكنها إجمالا زخات خفيفة وغير مؤثرة في عموم باقي مناطق المملكة. التوقعات الخاصة في العاصمة عمان خلال الثلاث أيام القادمة، لاحظوا معي ارتفاعات تدريجية متتالية على الحارة خلال الأيام القادمة، وتصل هذه التيارات الغربية الرطبة مع ساعات مساء يوم الثلاثاء، حيث تتهيأ الفرصة لهطول زخات متفرقة من الأمطار بالأخص في شمال المملكة، تمتد أحيانا إلى أجزاء من المنطقة الوسطى والعاصمة عمان تكون متوسطة الشدة. إجمالا لاحظوا معي كيف عملت على رفع درجات الحارة من تقريبا من دون الصفر المئوي خلال الليلة القادمة إلى 4 درجات مئوية فقط ليلة الثلاثاء الأربعاء، ارتفاع بحدود 6 درجات مئوية، توالي الحارة ارتفاعها في الأيام التالية لتصبح الحارة يوم الخميس ضمن معدلاتها المعتادة في مثل هذا الوقت من العام، وتتجاوز هذه الأرقام يومي الجمعة والسبت، حيث تكون الأجواء يوم الجمعة والسبت مع عطلة نهاية الأسبوع مناسبة للرحلات في الخارج برفقة العائلة والأصدقاء عقب انتهاء هذه الموجة الكبيرة من البرودة والصقيع والإنجماد. كان كل ذلك حتى اللحظة. إلى اللقاء.